قصتنا. حصتكم الأسبوعية مع عمو يزيد هذا الأسبوع خاصة بعيد العمال. يا أبنائي اتقانوا العمل من الإيمان. وبوزيان القلعي جلالي شقران. انتظرونا نهار 3 على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تي في في حصة خاصة بعيد العمال. مرحبا، حبكم يا أطفال. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، وسوف نهديك هدية عيد ميلادك. هيا نصفق ونغنيلو.